هل يا كابتن وائل غياب محمد عبد المنعم فرق مع المنتخب؟ أكيد فرق، يعني خلينا ولا ممكن متفقين. يفرق أكتر في المباراة اللي خارج مصر؟ لا بص، هو فرق، خلينا متفقين، وده خلى برضو إن الكابتن حسام يغير من شكل اللعيبة اللي جوه. أنا قلت لك هو ليه لعب تريزيجيه ولعب زيزو في الحتة دي، لأن هو المفروض حمدي فتحي اللي بيلعب في الحتة دي، لكن كابتن حسام قدر يحلها بحمدي فتحي، وده أفضل الحلول، لأن هو شايف ان هو لو لعب احمد حجازي فهو احمد حجازي عنده بطء شويه، ده ما يقللش منه، لكن احنا بنتكلم على مواصفات. احمد حجازي برضو العمر، خلينا نتفق ان العمر برضو بيختلف، فقال لك انا لعب حمدي فتحي لعيب قوي، لعيب سريع، دفاعيا كويس، لعب في الحته دي وجاهز وجاهز، فقال العب بيه، فهو قدر يعوض الحته دي. طيب سمعت كده كابتن هشام عن مشكله احمد حجازي، وان هو تم استبعاده من مباراه بتسوانا بعد رفضه التدريب مع اللعيبه اللي ما لعبتش مباراه امس، بل كمان رفض التغيير بعد ما سمع كلام من كابتن طارق سليمان، يعني حس ان هو نوع من الاهانه ليه، فكره ان انا يعني تعال ننزل حجازي بعد الجون الثالث خلاص. فرايك في استبعاد حجازي، وهل الدفع بحمدي فتحي في مكان مش مكانه دي طريقه تكتيكيه بيتعامل معاها، ولا شايف ان حجازي يعني بالنسبه لكابتن حسام مش لعيب اساسي؟ خلينا اتفق مع وائل طبعا في النقطه دي مهمه، ان ممكن سيناريو المباراه والجاهزيه بتاعه المباراه احط حمدي فتحي، يعني والدليل ان هو لو انا مش عايز حمدي فتحي في الحته ديت عشان هو جاهز بشكل كويس ولعب الحته دي كتير، كان ممكن ابدا ببيكهام او خالد صبحي، يعني اي حد فيهم، او حجازي حتى، على الرغم ان انا حاسس ان ممكن يبقى عند كاب فيردي السرعات والقوه والتهديف. ف اعتقد ماتش بوركينا فاسو لعب حمدي فتحي برضه صح؟ اعتقد سيرد باك، انا فاكر ان ماتش جزء من المباراه، ايوه الماتش قبل كده برضه لعب بحمدي فتحي في المكان ده، هو بيثق فيه كده في الثلاثه، في الثلاثه ايوه في الثلاثه دي مع موسيماني، هو ورامي ربيعه بالظبط وعم منعم، هو موسيماني كان بيعمل كده لما دايما ما كانش عنده باك ليفت، يعني عايز يقلب الطريقه من 4-2-3-1، كان دايما عايز يكسب المباراه، فراح مرجع حمدي فتحي ورا يبقى ثلاثه، بتلعب بثلاثه 4-3 عشان يكسب المباراه. فده كان حل من الحلول عند النادي الاهلي، وفي حمدي فتحي كان احسن واحد بينفذ لك الموضوع ده. فانت النهارده ممكن يبقى فكر كابتن حسين ان هو زي ما قلت لك يلعب بحمدي عشان هو جاي. طب تعليقك عشان الصوره على حجازي، حجازي انت شايف ايه؟ لا انا زعلان، لان في النهايه خليني اقول لك ان كابتن حسين وكابتن ابراهيم كانوا بيزعلوا جدا جدا لما بيقعدوا احتياطي او يبقى مستبعدين من مباراه، اما خصوصا لازم نجم طبعا فاحمد حجازي كان لازم اتعامل معاه ان هو برضو لا ده سنين طويله نجم، ونجم كمان بره مصر، لا في الحته دي كان تقيل جدا جدا، فكان ممكن يبقى فيها نوع من العقلانيه شويه، كابتن طارق يقدر يحتوي الموقف. ما ينفعش اقول كده يعني، وانا ما ينفعش اقول طب ينزل بعد الثالث، ده لو هو ده الكواليس الحقيقيه، بس هو ممكن ما كانش قصده يعني كابتن طارق، يعني هو الحجازي اللي سمعه في النهايه في لعيب كبير بره قاعد. هل لو الموقف ده مع محمد صلاح هتقدر تتكلم؟ هل النهارده لو الموقف ده مع مرموش هتقدر تتكلم؟ طب ما في الماتش اللي فات السابق مرموش ما كانش قادر عشان كان بيعمل عمليه في صباعه. قال لك انا مش قادر، وكابتن ابراهيم حسن طلع وقال لك بالظبط، يعني في النهايه الامور لازم تتلم احسن من كده، وانا اقدر اقول لك ان حسام ابراهيم يقدروا يعملوا الموقف ده بشكل ايجابي مع اللعيبه كلها، لان انت في النهايه انت لازم تحتوي اللعيبه كلها. ممكن يبقى هل كابتن حسام وكابتن ابراهيم شايفهم صداميين؟ يعني هل هو ممكن يكون صدامي؟ كان يعني صدامي، لان هو برضه نجوم، هتعرف حسام ابراهيم انا فاهم، بس كان صدامي برضه، وانت يعني في التدريب ما يحبش حد انا معاك مليون في الميه. ما انت في النهايه انت جهاز فني وراجل مدير فني، محتاج ان انت قراراتك هي اللي تسمع، وان انت لو ما سيطرتش على قراراتك الفنيه وعلى قراراتك الاداريه لا يبقى في خلل. ما هو وائل هو النهارده مدير فني وعارف كويس قوي، لو هو لعيب واحد هيبوظ له الدنيا لا شكرا مع السلامه. طيب وائل، لو حسام حسن هو اللي ما اتكلمش، كابتن طارق اللي اتكلم، وحسام حسن شايف ان حجازي يقعد احتياطي، وحسام حسن ما غيرش حجازي او طلب من حجازي ينزل اخر 5 دقائق، وحجازي رفض انه ينزل التدريب الصبح مع اللعيبه اللي ما لعبتش، هل قرار استبعاده سليم ولا انت شايف اساسا ان قرار عدم لعبه مش سليم؟ خلينا نحلل الموقف كويس. احمد حجازي لعيب كبير وادى المنتخب كتير، لازم تعرف حاجه، انت اللي بتعمل لنفسك المشاكل. تمام. انت النهارده جايب احمد حجازي، هل انت مقتنع بيه؟ يبقى كنت هتلعبه، لان خد بالك في نقطه مهمه هنا. برافو عليك، انت بتتكلم احمد حجازي، بيكهام، خالد صبحي تقريبا مساك برضه صح كده، ورامي حلو، رامي وعبد الله مش موجود، فانت بتتكلم في 4 مساكين، لما تلعب عليا واحد في نص الملعب حتى لو هيأدي بشكل كويس
فانت كده بتقول ان انا ما عنديش ثقه في الناس دي نمره واحد، فدي هتخلي احمد حجازي اصلا من جوه متضايق. عارف لو مساك تاني لعب مثلا نقول اه حلو كده، لكن حط نفسك مكانه وانت واحد بيلعب في مكانك اساسي، ما اصلا ده مش مركزه، فانت النهارده نفسيا بتبقى متضايق. ان الكابتن طارق بس المدير الفني هو صاحب القرار، هو صاحب القرار. انا وعلى فكره لا 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 هو اللي هيتحمل، هو اللي هيتحمل. وعلى فكره قراره بان في الملعب انه سليم، يعني حسام حسن اللي عمله كان سليم. ما خدتش بالك من اللي انا بقوله؟ ما انت لو مش واثق فيه هتعمل مشكله، لان ده لعيب كبير، فلما تقعده وتحسسه بعدم الثقه يبقى انت ايه، يا اما يجي ويلعب يا اما ما يجيش. صح كده؟ لان هو كان في البدايه، خد بالك هو ما كانش هيلعب كده كده، لان تمام. كان في البدايه عبد المنعم المفروض جاي، بعد تمام. كده نيس قال لك ما هنقدمه، بعد كده هو قال لك انا عايز اعتذر. برضه انا قلت، قلت لك ان في اربع مساكين لعب عليا واحد اصلا مش مركزه، فدي بتعمل حساسيه طبعا ومشكله تمام. لكن كابتن طارق سليمان لو قال الجمله اللي حضرتك قلتها، لا انا مش معاه طبعا. مفيش حاجه اسمها نزل فلان عشان كسبان ثلاثه، عيب على اي لعيب، مش على احمد حجازي بس. انا لعيب بمثل منتخب مصر، اذا انا لعيب كبير ما ينفعش تقول لي ان انا يلا نزله كده فوق البيعه. ما هي دي، بص دي تضايقني انا كلاعب لو سمعتها. انا ماليش دعوه، بص انا 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 كلاعب اتضايق وازعل وما لعبتش، وحسام حسن وابراهيم بيتضايقوا نفسهم. كان متكلم ان انا بلعب في منتخب مصر، طالما بلعب في منتخب مصر من حق اتضايق، بس اتضايق من جوايا، لكن ما انزلش تدريب مرفض. هكمل يعني لك، هكمل لك. ما هو ده غلط هنا. بص انا قلت لك ايه حل الموقف كده، انت عملت لنفسك مشكله تمام بينك وبين احمد حجازي. الحاجه الثانيه ان كابتن طارق سليمان قال الجمله دي. الحاجه الثالثه ان المفروض احمد حجازي كان امتثل للقرار وبعد كده اتكلم في الاوضه. صحيح صحيح.